ما كل مرة تسلم الجرة. مثل شهير ينتشر في أغلب البلدان العربية يقال لتحذير شخص من مغبة الإصرار على تكرار الخطأ. يروى أن امرأة كانت تحمل جرة ماء أثناء سيرها في طريق وعرة مليئة بالحفر والصخور. اختل توازنها وتعثرت فوقعت جرة الماء، ولكن لحسن حظ المرأة لم تكسر الجرة، حملتها مجددا وسارت في الطريق ذاتها. وعلى حافة الطريق كان يجلس شيخ فصاح يدعوها لتغيير مسارها محذرا: ما كل مرة تسلم الجرة. لكن المرأة لم تلتفت له وواصلت مسارها مطمئنة إلى صلابة الجرة التي لم تنكسر حين وقعت من على كتفها. وما لبثت أن تعثرت مجددا ووقعت أرضا، وإذا بالجرة تتدحرج من يدها وترتطم على صخرة وتتهشم فتتناثر قطعها وينسكب ما بداخلها من ماء. جلست المرأة تندب حظها العاثر، وإذ بصوت يتردد من خلفها: لما البكاء بعد فوات الأوان؟ ألم أحذرك وأقل لك ما كل مرة تسلم الجرة؟ وسارت مقولة الحكيم مثلا بين الناس عن مغبة الاغترار والإصرار على الخطأ. هل تستخدمون المثل؟